تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بباريكة من توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 69 سنة و 28 سنة في قضية تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة الأسلحة التقليدية والخراطيش. العملية تمت بناء على معلومات بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزل المشتبه فيهما أين تم العثور على 169 ألف كبسولة مستوردة من صنع إيطالي، 159 كيلوغرام من مادة البارود الأسود، 550 كيلوغرام من مادة الكبريت الأصفر، 175 كيلوغرام من مادة نترات البوتاسيوم، مسدس وأربع بنادق تقليدية، بندقية صيد نوع روبيست عيار 16 ملم، 300 خرطوشة، أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، معدات ووسائل لصناعة الخراطيش. تم توقيف مشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباريكا لمباشرة التحقيق. سيتم تقديم مشتبه فيهما أمام الجهات القضائية فور نهاية التحقيق عن طورتهما في جناية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية أو أكثر، جناية صنع واستيراد والمتاجرة بالذخيرة والأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، جنحة صناعة والمتاجرة بالأسلحة من الصنف الثامن بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، جنحة حيازة وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.